صباح الخير مشاهدينا، قاعدين عم ندردش تحت الهواء انا ورانيا ورندا، عم نحكي عن الترويقه الصحيه. قديه صار لنا سنين معودين اولادنا وربيانين على الاكل العالي بالسكر، فالواحد هيك حلو قيمات ياخذ بوز ويرجع يفكر كيف ممكن نامن اكل صحي اكثر واكل طيب اكيد بنفس الوقت. كيفك رندا؟ كثير منيحه، معك حق 100% تينا، وهذا اللي نحن من اول دائما بنحكي فيه المشاهدين. من اول سنه قلت لكم خلينا نركز السنه انه ناكل مش ما ناكل، انه نشبع مش ما نشبع، ولكن ناكل صحي ونفكر قبل ما ناكل، ناخذ قرارات مختلفه. يعني مزبوط، يعني اذا الشغلة صحية وأنا جوعانة بدي أكل زيادة، أكل منها زيادة عشرت أنه تكون الأكلة صحية وعارفة أنه هي منيحة لجسمي. مزبوط. اليوم موضوعنا فايبروميالجيا كمان، يعني من مزبوط. من هالمواضيع يلي العلاقة بالأكل طبعا، وكمان في شوي جدل على الفايبروميالجيا على الأكيد. يعني في ناس بيقولوا أنه ممكن تكون نفسية، ممكن تكون بس جسدية، ممكن يكون عليها بالستريس بالأكل. مزبوط. هلأ شو ما كان عم ينقال، هل في أكل معين هو رح يساعد؟ أنا اليوم هيدا دوري وهيدا اللي بدي خبره للمشاهدين، ولكن أول شيء بدي أذكر المشاهدين فيهم يتابعوني على الإنستغرام رندا دنيا فهد، أو فيهم يتابعوني على الفيسبوك بيج بفوتوا RDF وهنيك بحطوا لايك، ساعتها بيكونوا بلشوا يتابعوني، وأكيد فيهم يحضروا الحلقات اللي نحن عم نعملها، فيهم ياخذوا تيبس، فيهم ياخذوا كمان تيبس على كيف يطبخوا مأكولات معينة. ومن هون كمان حبيت احكي اليوم عندي خبريتي يمكن يتفاجئوا المشاهدين تتفاجئوا انتم، هي خبريتي اليوم عن شرب المي. فاذا نحن بنحكي عن شرب المي بالصيف، بس هل كمان لازم نحكي عن اهميه شرب المي بالشتاء اكثر؟ يمكن مزبوط، والجواب هو يمكن اكثر، لانه نحن بنغض النظر عنه صح، وما بنحس حالنا عطشانين، وخصوصا بالايامات اللي هي كثير برد. هلا انا اليوم الدراسه اللي اخذتها هي علاقه المي قديش هي مهمة للجلدة. هلا نحن بنعرف الجلدة عنا مقسمة لعدة أقسام، وفيها رح أقول القسمين الأساسيين الديرمس والأبيديرمس. هلا وقتا نحكي نحن على الديرمس، القسم التحتاني، الطبقة التحتانية هي اللي فيها اللي بيمرق الشرايين الدم، شرايين العصب، بالمحلات اللي بتخلينا نعرق، والطبقة الفوقانية هي اللي عم تحمينا من الأوساخ، السموم، أشعة الشمس إلى آخره. هل هذه الطبقة الفوقانية هي مؤلفة من خلايا اللي هن بيحتووا الدهنيات والبروتينات. هلا كل ما الدهنيات والبروتينات اللي هن مكونين هالخلايا هن صحيه، والخلايا هول صحيه، بيقدروا يحفظوا المي جوا، وبيصير في دائما ترطيب للجسم. كل ما هن هول تخلخلوا هالفات اند بروتين اللي هن عم يكونوا هيدي الخليه، المي بيصير يظهر من جسمنا. هلا امتى بيصير في هالخلل؟ هو وقت ما نشرب مي مزبوط. فاذا نحن بيصير عندنا افكت اثنين معاكسين إذا ما شربنا مي. أول شيء نحن ما شربنا، يعني ما فوتنا كمية مي كافية للجسم، وتاني شيء هيدا شيء رح يضر هالخلية اللي مكونة من الدهن والبروتين، فهي وقت يصير فيها خلل حتى المي اللي جوات الجسم رح يظهر من الجسم، وهيدا شيء بيؤدي بزيد من المشكلة يعني. مزبوط، إلى مساوئ كثيرة بقلب الجلد. مشان هيك هون أهمية شرب المي، وما ننسي خصوصا بفصل الشتاء. فإذا نحن هون إذا هيك تبس معينة أكيد عنا النظام، يعني في كتير ناس بحبوا النظام إنه أنا على كل وقعة بدي أشرب. في ناس بحبوا مثل ما قلنا يحطوا قنينة الماء يقولوا هاي بدها تخلص. بالشتاء أكتر نتجه على الأشياء السخنة، حكينا من يومين عن أهمية الشاي، التانين رح أحكي عن أهمية أنواع مختلفة من الشاي تانية. فينا نشرب شاي زهورات، ينسون اللي هو هالأيام أنا عم يخطر عبالي الكافي بلان اللي هو مش عم بعملها فنجان صغير، عم بعمل مانك يكون فيه المي زهر ويكون فيه المي السخنة، هيك بتنعش كمان وبتقدر تزيد من شرب المي. ففينا نشرب المي بطرق مختلفة، تشجيع على شرب المي بكثرة أكيد. إيه أهم شيء نرجع نزيد كمية المي. لكن فايبروميالجيا رندا، لما نحكي فايبروميالجيا يمكن بعض الأشخاص بتفاجأ إنه كيف ممكن يكون في صلة مع الأكل. نعم، هلا هي مثل ما قلنا، بس لنشرح شوي للمشاهدين، فايبروميالجيا هو وقت هالشخص عم يحس بأوجاع، أوجاع بالمفاصل، أوجاع بالعظام، شخص بحس حاله ما عم ينام مزبوط بالليل، بس كمان بحس حاله مش قادر يقوم ليكمل نشاطه.
هيدا من اهم العوارض. والفايبروميالجا فيها عوارض تاني، بصير في واحد اندر ستريس طبعا، على الاوجاع، على قله النوم بصير في ستريس. في اشخاص فوت التواليت عندهم بتصير كتير متكرره، يمكن اوقات بحسوا بيأس معين، مش قادرين يروحوا على اشغالهم. هلا الفحص بيروحوا عند الطبيب وبيفحصهم الطبيب، ما عم يلاقي اسباب معين يقدر مثل ما بيقولوا يحط ايده عليها ويقول لهم انه هي هي المشكلة، هيك لناخذ لها دواء، هيك لنشوف علاجها. فعم تضل هيدي المساله شوي مثل ما بيقولوا غامضه. ولكن مع غموضها اللي بدي اقوله هون، هل في اكل في ساعد مثل ما سالتيني؟ في اكل تبين هلا انه في اكل معقول يساعد اشخاص، وفي اكل هو عم يضر. فليش ما نحن بنحاول انه نعالج حالنا بحالنا، وبالقليل بنكون عم نعمل خطوه لنتقدم تجاه هالشيء اللي هو رح نسميه مرض، وما حدا عم يقدر يعرف حاله شو هو. يمكن اكثر من حالي. مرض كمان. اكزاكتلي اكزاكتلي. هلا فهون اذا بدي بلش، اهم شيء احكي فيه على الاشياء اللي نحن بدنا ناخذها موانع الالتهابات. فنحن شو هن الانتي انفلاماتوري، اما الاكلات اللي هي بتحارب هالالتهابات؟ اول شيء بيقولوا هن الاكلات اللي بتحتوي على الاوميجا 3. فاذا الاوميجا 3 يعني هون قدمهم تناول السمك، قدمهم تناول البذور، بنحكي على بذر الشيا سيد، بذر الكتان الى اخره. قديش البذر؟ بذر دوار الشمس. هون الملح منه بمصلحتنا. وقت يكون في شيء بياثر على المفاصل ما كثير بفضل زياده الملح. اذا بدنا ناخذ البذور ناخذها قليله الملح او بدون ملح، مع انه كمان في فكره انه الملح مضاد للالتهابات بالكميه اللي هي مظبوطه، اللي هي تينا اذا انا اكلت لوبيا بدون ما احط لها ملح اوريدي فيها ملح. فالمأكولات اللي نحن بناكلها اوريدي بتحتوي ملح، مش زياده الملح، مش زياده الملح. الجوز كمان بيحتوي على الاوميجا 3. فهول من الاكلات اللي هي مضادين للالتهابات. من الاكل الثاني المضاد للالتهاب هو الاكل النباتي، فكمان هون اتجاه دائما مذكر الخضره، الفواكه، البقوليات هي من الاكلات اللي كمان فيها تفيد. بس هون بين هلالين بكم دراسه صغيره تبين انه البطاطا، الارض شوكي، والباذنجان هن من الاشياء اللي ما بتريح للفايبروميالجيا. هلا مين بتريحوا مين ما بتريحوا؟ هون كتير مهم كون حاطه بين هلالين انه خلينا نحن نكتب اذا نحن اكلنا هالاكلات، هل نحن عم نتضايق منها ام لا؟ فاذا كنا عم نتضايق منها بيكون هالاكلات عن جد هن من الاكلات اللي بتضايقنا. فاذا بالخضره اللي بدي احكي عنه هي البطاطا، الارض الشوكي، والباذنجان، هون في عليهم علامات استفهام. هلا بنطلق من هون كمان لكون عم كمل باكله، بدي اتبع الاكل الصحي. هلا كنا عم نحكي الاكل اللي هو منه مصنع. فاذا اهم شيء اهم شيء حي الاكل مصنع، حي الاكل من زد له مواد حافظه، هالشيء عم كثير عم يضايق شخص معه فايبروميالجا. من المواد الحافظه كمان بذكر الملح ليكون كماده حافظه. فهون زياده الملح والسكر، لأنه السكر هو من الأشياء اللي كتير مضرة، والسكر المحلل الاصطناعي. يعني حتى أنتوا وقتها تقروا أنه في محلل اصطناعي، منيح نحن أنه نكون عم نبتعد عنه. أو لما يقولوا ما في سكر ننتبه أنه ما يكون في محلل اصطناعي. Exactly. شو هو اللي محلي هيدي الشغلة اللي نحن عم ناكلها. فإذا هول كمان من الأشياء اللي بدنا ننتبه لها. فالأكل اللي بدنا ناكله هو مثل ما عم بحكي من أول السنة، الميديترينيان على الداش دايت، هول الأكلات المايند دايت بنقول لها، هول الأكلات اللي هي الأكلاتنا حواضر. سو هون شو يعني بدنا نزيد فواكه وخضرة؟ بدنا نزيد فواكه وخضرة، بدنا ناخذ بدنا ناخذ اللحوم. وقتها نحكي عن الترانس فاتس، هيدا شيء من الأشياء اللي بتأذي. اليوم كنت عم نحكي نحن كنا نخفف السكر، ترويقتنا عم تقولي فيها فول، مش غلط تروق فول، مش غلط تروق الزيت وزعتر. هولي من الأكلات اللي مش غلط أنا أعمل أفوكادو مع موزة مثلا. سو هولي من الأكلات اللي هي فيها كتير تفيدنا. هلا كمان هون اكيد ما في اعمل هول كلهم انا وعم دخن، لانه دخان هو من الاساسيات اللي بدي وقفها، الالكوهول هو من الاساسيات اللي بدي وقفها، مثل ما قلنا السكر من الاشياء اللي كمان بدي اكون عم خففها. وفي عندي موضوعين بعد كتير مهمين احكي عنهم بقضيه الفايبروميالجا، قضيه الجلوتين. اوكي اتس ا ديبيت، بس كتير كتير كيسز، وبتعرفوا انا بقولكم انه جلوتين مش كل حدا
هو عليه يبتعد عن الأكل اللي بيحتوي جلوتين. ايه؟ مش هو بنبتعد عنه لنضعف مش هو، ولكن بين علاقة بين الجلوتين انتوليرنس والفايبروميالجيا. فهون في أشخاص نصحناهم أنه يخففوا. بالحقيقة شلنا عنه المأكولات اللي بتحتوي جلوتين على فترة معينة شي شهر، وبعدين كنا عم نفوتها بطريقة كتير بسيطة، وتبين أنه صار في تحسن بالجسم. ولا. هلا اذا انا بدي حلل شوي كمان ما ننسى انه في كتير اشخاص الجلوتين شوي بيعمل لهم تقل بمصرانهم، تقل بالمصران معقول يؤدي لمشكل كمان باوجاع الراس، معقول يؤدي بتقل بالجسم. فهيدا كله كمان موصول ببعضه، يمكن وقتها خففوا هيدا كله ارتاح فريح الاشخاص. فاذا هون من الاشياء اللي هي غير عن الاكل الصحي اللي نحن عم ناكله، حكينا على البطاطا وكيف واحد فيه يبتعد عنها، والباذنجان والارتشوكي، وفي كمان يجرب على جمعه يبتعد عن الجلوتين ونشوف كيف اذا عم يتاثر او لا. 100% 100%. فمشان هيك انا وقت عم اقول يتروقوا الفول، اما الزعتر ساعتها يا بدهم ياخذوا الخبز اللي هو ما بيحتوي جلوتين، او بدهم يكونوا عم يجيبوا الرايس كيك، اما الكورن كيك، اما هن يعملوا الخبز اللي معمول من الذره، ساعتها هون فيهم يشوفوا هن قديش تحملهم للموضوع. لما نقول فايبروميالجيا رندا، كانه يعني مرض العصر، يعني ما كان من 20 سنة تنقول ما كنا نسمع عنه أتليست. فغمينا بتفكر إنه الأكل كمان تطور أو تصنيع الأكل تطور. هلا مزبوط. سبكي كمان في صلة بين يعني هالشغلتين، في تصنيع الأكل وفي عنا الرياضة اللي قلت لك ما بدي تخلص حلقتي ما عم بحكي عنها. رياضة. كمان اليوم بدي أحكي عنها والحركة. وطبعا صار في ستريس أكتر تينا قبل ما كان موجود بالحياة. بالحياة كان في حركة أكتر. هالشي لعب دور. ومن زمان كنت تروحي عند الطبيب يقول لك ما بك شيء، خلص تروحي على البيت انه ما بني شيء. ولكن هلا اذا الطبيب قالنا ما بكون شيء، رح نروح ونقول هيدا الطبيب خلينا نغيره. أيه. ونغيره. سو مثل كانه صار عندنا شيء ينقال انه يمكن عندكم هيدي الشيء، بهيدي عم نحكي هالحالة. حتى واحد ما يقول انه حالة نفسية هالقد سيئة، هي مزج. ايه. يعني شوي الحالة النفسية اللي هي شوي بتتعب بتأثر على جسمنا. كمان هون مشان هيك كان بدي احكي عن الرياضة. فاللي معه فايبروميالجيا حاسس بهالأوجاع كلها، أول شيء بيعملوا إنه بيوقف رياضة لأنه مش قادر. صح. جسدياً. قادر جسدياً. ولكن هون تبين كل ما نحن وقفنا رياضة كل ما نحن سائت الحالة عنا أكثر. وبنعرف نحن أهمية الرياضة هي كرمال عضلنا، كرمال عظامنا عم تقوي، وكرمال نفسيتنا كمان بتساعد. Exactly. ولكن هون طب أنا تعبان وبعرف إنه هالقد مهمة، شو بدي أعمل؟ بدي أعمل شيء بيريحني. يعني هون بدنا نبلش الرياضة اللي هي فيها مي، الأكوا جيم، السباحة إذا متوفر. أوكي. أو اليوغا. أساس ما تكون قاسية على الجسم. 100%. ستريتشنج، المشي البطيء، المشي اللي هي الطقس حلو فينا نمشي على مهلنا برا. حتى أنا عندي تريدميل بمشي على البطيء جدا. حلو. التايمينج قديش بدي أعمل رياضة، بلشه بعشر دقايق يصير شوي بعدين. شوي زيدو. نعم. هالزيادة كل أسبوع لازم تزيد 10%. حلو. والممنوع هو أعمل رياضة كتير قاسية. الممنوع هو أحمل أثقال وقول أنا كتير قبضاي، مش قادر. ممنوع أسعى جسمي، ممنوع شيء يعمل لي ستريس تاني. ممنوع أقول بدي روح أنا كل يوم على الجيم وهالشيء عمل لي كتير ستريس. Exactly. واجب. إيه هيدا الواجب والهم هو اللي هيدا ستريس كمان. يعني بنكون عم نفكر بشيء بدنا نساعد الجسم، بس بنكون عم نحمل حالنا هم. Exactly. يعني يمكن أنا أحب أرقص. مزبوط. روح أعمل رقص، هيدا شيء في تون كتير عم يساعد. أو أمشي بالطبيعة يمكن. على الأكيد. في ما بعرف يعني واحد يشتغل بالبيت أشغال كمان. معينة. كمان. في يعني في إشياء هيك صغيرة، يكون حدا عنده أولاد يكون عم يحملهم يلعب معهم. نعم. ينطنت. فهي كل الشغلة اللي هي بتريح هي بدنا نعملها. فإذن بتعرفي بفتكر كل إنسان بيعرف يعني هالحركة القليلة اللي عملها إذا كافية أو لا. مزبوط. يعني مش ضروري دايما نقارن حالنا بغير.
انه يي هي جارتي عم تمشي مدري كم كيلومتر كل يوم، معقوله انا ما عم بعمل هالشيء؟ بس انه انا يمكن الحركه اللي عم بعملها بتكفيني وانا راضيه فيها. مزبوط، خلص تعمل اللي لازم يعني تعمل. مزبوط، فمشان هيك عم نحكي هون على ستريس. يعني يمكن هلا انا حكيت على كثير اشياء بالاكل بين ناكل بين نبتعد عنها. خلينا نبلش شغله شغله. نعم، يعني خلي واحد يبلش شغله اللي هو شغله اللي قادر عنها ويشوف تجاوبه. هلا هون من الاشياء اللي دائما بدنا يمكن ننهي حلقاتنا او وات ايفر عنها هي محافظه على الوزن السليم. نعم، فاذا انا هون اذا في وزن زياده هيدا شيء اكيد رح يضر بجسمي. ويمكن وزن زياده يعني عم باكل زياده اشياء جسمي ما بده اياها. وقتها تاكلي زياده يعني رح احكي انا عم بحكي على الفواكه، اكلت الفواكه اللي هي كثير صحيه، ولكن وقت اكل فواكه زياده ما هيدي الزياده يعني عم فوت سكر زياده بجسمي. مزبوط. هو النوع المنيح، النوع اللي كمان فيه الياف هو الفركتوز، ولكن الزياده مثل ما قلنا رح ترجع تضر. هيدا واحد. كمان اللي عنده وزن اقل من الوزن الصحي كمان هذا الشيء سيء. ما هو اذا اقل عم في فيتامينز ومعادن ما عم يكونوا موجودين أكيد. بالجسم حتى لو انت عم تاكليهم جسمك ما عم يقدر يمتصهم. اذا كمان هيدا الشيء ما بتحسي بقوه، بقوه بجسمك. العضل بيكون اخف، العظام بيكون عم يتعبوا. فاذا الوزن المثالي هو اللي الوزن اللي نحن بدنا نكون موجودين ففي فيه. كذا شغله الواحد يفكر فيها بهيدا الموضوع. يعني مزبوط. اكيد كله علاقه بالاكل، ولكن كمان يمكن نمط الحياه بيلعب دور. أكيد. سلوك الاكل أكيد. بيلعب دور غير اكيد الخيار الصحي مية للاكل. ومشان هيك تينا هيدا اللي عم نرشع، يعني منيح اليوم طلع لنا هالوقت لنحكي انه بالنتيجه اذا عم تسمعونا على طول عم تشوفونا عم نحكي على الاكل الصحي. نعم. يعني كيف ما طلعنا ونزلنا بقضيه امراضنا ما عم نروح على سحر. أكيد. عم ناكل اللي عم نرجع على الأكل الصحي وأكل متوفر ببلدنا وحتى exactly. بالأوضاع الصعبة exactly. يعني هيك أكل بعضه متوفر. البقوليات متوفرة، الخضرة والفواكه يعني على طول متوفرين. نفتكر هي بس ترجع على الخيار اللي عم ناخده. مزبوط على الأكيد. Thank you رندا، معلومات قيمة اليوم بإيد سمارت. رح ناخد بريك مشاهدينا ومنكفي.